بيقول لهم من يمنعني فأبلغ رسالة ربي. قال ولهم الجنة فلا أجد أحدا فلا يجد أحدا ينصره ويحميه حتى لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب من ورائه ماشي وراه عمه أبو لهب. وده في حديث ربيعة ابن عباد الديلي وكان الوقت ده جاهلي وبعد ده كلم بالخبر ده. قال ومن خلفه رجل وضيء أحول العينين. الحول البسيط في العينين ده من علامات الجمال، كان جميلا يشرق وجهه. ده أبو لهب وماشي من وراه من ورا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم القبائل يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يكلمهم عن التوحيد وعم وراه يقول لهم هذا صابئ. صابئ يعني مرتد، كويس. قال من ورائه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، لأنه يا أخوان الإنسان إذا عودي داخل عشيرته فالأمر أشد. لما يكذبوك الناس من أهلك الموضوع ده شديد. ولهذا جاءت صفية بنت عبد المطلب تكلم أبا لهب اللي هو عبد العزة أخوه ابن عبد المطلب، قالت يا أخي لا يحسن بك أن تترك ابن أخيك. تتركه فأنت أولى به وأحق به. فقال دعيني من كلام النساء. هذا يرمع كلام، كلام النساء ما بينفع معي. قال نحن قوم ضعاف وليس لنا بقوة بالعرب، لو تمالت العرب ومعهم قريش فليس لنا قوة بهم، ما بنقدر عليهم. فكان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عشيرته من بني هاشم هو الوحيد شديد العداء، البقية كلهم حتى الما أسلم منهم اجتمعوا كلهم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللعين أبو لهب. طيب فيقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. ولما نزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا. الصفا ده جبل في مكة. فنادى وصباحاه فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من أسفل هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، ده هو طبعا اجتمع مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صعد على جبل الصفا صار ينادي في بطون قريش يا بني عبد مناف، فاجتمعوا يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني قصي ابن كلاب، كلهم اجتمعوا. حتى قالوا اللي ما قدر يجي رسل زول مكانه يجيب له الخبر. فقام يعني أعلن لهم التوحيد، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لو قلتوا الكلمة دي بتفلحوا، كويس. أول زول رد عليه عمه قال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا،
فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وده كان بارز بالعداوة. وهذه الآيات فيها يا أخواننا سر بديع جدا من أسرار الوحي. ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ربنا وعد أبي لهب أو أبا لهب بالنار وهو حي موجود، وأبو لهب ده ما أسلم لحد ما مات، ما أسلم وربنا وعده وهو حي. فهذا يدل على دقة القرآن في الأخبار، ما في نقاش، ده موعود بالنار يموت كده، ولا حاول يكذب القرآن ذاته، ها؟ ولا ادعى الإسلام لما مات. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة وإعلان الدعوة، يا هو حصل القصة اللي قلناها. طيب،